لو اخذنا مثال نركز نرجع مره ثانيه نركز على مثال الدي سي موتور. راح اخذ الان راح اخذ سياره ونفترض انها سياره كهربائيه. راح افترض انه المشي بهذا الاتجاه بوزيتيف وال يعني هون الفيلوسيتي او السبيد بهذا الاتجاه راح افترض انه بوزيتيف، وراح افترض انه الفورس اللي هي بتتناسب مع تورك الفورس بهذا الاتجاه راح افترض انها بوزيتيف، فطبعا بهذاك الاتجاه راح تكون نيجاتيف. هلا فكروا بهذا السيستم عشان هلا نبدا نفهم فكره البريكنج وفكره الدرايفنج وفكره السبيد الفعليه اللي احنا عندنا. وراح نرسم الان سبيد تورك كيرف بس فور كوادرنتس. هلا راح نركز، راح اخذ هذه من هون عندي سبيد، وهذا عندي هون فكرة موتور جنريتور. يعني راح يصير عندي هلا يشتغل موتور ويشتغل جنريتور. في اربع كاميرات تمام. هون عندي هذه نسميها مثلا ار بي ام، خلينا نسميها ار بي ام. فكاني عمال بطلع على المحرك اللي هون، يعني كانه هاي هذا العجل هون مركب عليه محرك، والمحرك راح يعطيني بوزيتيف تورك ونيجاتيف تورك، وراح يلف بالاتجاه هيك. هلا بدي انا امشي، في عندي رحله بدي امشيها من هون. خليني افترض انه بديت من هذه النقطه، وهاي السياره بدي اسارعها، بدي امشي على كونستنت سبيد، وعند نقطه معينه راح اقرر اتوقف اوقف. وهاي عندي نقطه مهمه هون، وبعدين بدي ارد السياره نفسها كمان امسكها ارجعها. خليني احط هون، اذا حطيت هذه في اوف تي راح اخذ كانها نيجاتيف في اوف تي. هلا نطلع على الرحله هاي اللي موجوده هون. لما السياره بدي امشيها بهذا الاتجاه هي ات ستاند ستيل، ايش التورك اللي لازم احطه او الفورس؟ راح احكي انا تورك او فورس لانه بحكي عن فورس بهذا الاتجاه او تورك بهذا الاتجاه على العجله. بده يكون بوزيتيف مش هيك؟ والسبيد اللي هي راح تبدا تتحرك عليها شو راح تكون؟ بوزيتيف. اذا التورك بوزيتيف والسبيد بوزيتيف معناها انا في الكوادرنت الاول. والموتور عماله بيعمل موترنج ولا جنريتنج؟ موترنج. اذا الموتور بيعمل موترنج معناها الطاقه عم تتحول، بتروح من وين لوين؟ من السورس. بتروح من السورس اللي هو اذا كان بطاريه او الكتريكال سورس، وعمالها بتروح لللود، بتتحول عمالها من طاقه موجوده في البطاريه لاي نوع من الطاقه في السياره؟ كينيتيك انرجي. اذا انا عندي هون عم بعمل موترنج، والباور بوزيتيف. لما بقول الباور بوزيتيف يعني من اللود من السورس عفوا لللود في هذا الكوادرنت. هلا ضليت ماشي بهذا الاتجاه، هلا هون راح احط طاقه اكثر لاني عمالي بسارع وبضيف كينيتيك انرجي. هون الطاقه اللي بحطها ايش بدي اتغلب عليها؟ ايش ليش عمالي بحط انا لسه في تورك عندي هون؟ فريكشن. على فريكشن بس، اذا كان عندي كولوم فريكشن مثلا او فيسكس فريكشن. اذا هون عمالي بحط كينيتيك انرجي، وصلت هون الكينيتيك انرجي الموجوده بالسياره اعلى قيمه لها اللي هي هاف ام في سكوير او هاف اي اوميجا سكوير اذا كان روتيشنال لود. هلا اطلع عند النقطه هاي، لو انا السياره الان تركتها بدي اوقف، رحت طفيت المحرك تماما، كيف رح توقف؟ رح توقف بهذا الاتجاه مزبوط. اذا ما بينفع اني انا اطفي السيستم بس، اطفي المحرك وافصله، ايش لازم اعمل؟ لازم اعمل بريك. اذا انا بالمنطقه هذه من هون بدي اعمل بريك. الطاقه المخزنه عندي ايش هي؟ كينيتيك انرجي. بدي اخذ الكينيتيك انرجي واسترجعها وين؟ على المحرك. والمحرك ايش راح يتحول؟ للجنريتور. اذا انا بالمنطقه هلا اطلعوا لي هون الفيلوسيتي لسه بوزيتيف، لسه ماشي انا بالبوزيتيف. اذا وين لازم اكون؟ بدي اكون بوحده من هذول المنطقتين لانه هي سبيد بوزيتيف مزبوط، لكن التورك هلا صار نيجاتيف. اذا انا لازم احط الان نيجاتيف تورك على السيستم. واذا حطيت نيجاتيف تورك على السيستم راح اصير في الكوادرنت الرابع. هلا هذا المحرك هون راح يتحول لجنريتور، اذا كانه دي سي موتور راح يتحول من دي سي موتور لدي سي جنريتور، لانه اللي صار الان هذا المحرك بالاول لما كان عباره عن موتور شو كنت اعمل؟ كنت احط عليه انا فولتج وكان يعطيني اوتبوت تورك. خليني
لكن هلا هو تحول لجنريتر ايش راح يصير؟ راح يصير في ميكانيكال سورس عليه. شو الميكانيكال سورس عليه؟ كل الانيرجيا تبعت السيستم واللي هي ماشيه هي راح تصير تورك على هذا المحرك. وشو راح يصير يعطيني؟ هو راح يصير يرجع لي الانرجي منه، راح ينكس اتجاه التيار، راح تحول هذا لجنريتر. اذا هون انا بالجنريتنج مود، او هو جنريتر وعم بعمل بريكنج. الباور هون ايش؟ نيجاتيف. شو يعني نيجاتيف؟ من اللود. الطاقه اللي مخزنه في هذه السياره بدها ترجع معي من هون وترجع على السورس، او اذا مش قادر ارجعها على السورس بدي اضطر احرقها بريزستور، احطها في ريزستور واضيع الطاقه على الفاضي، بس لازم ارجع الطاقه هاي الميكانيكيه الموجوده في السورس. اذا عملت هيك ما راح تروح السياره اوت اوف كنترول. هون كانها اوت اوف كنترول، يعني كانك رفعت اجرك عن البنزين وعن البريك بالسياره وتركتها توقف بالفريكشن. هذا كوستنج، بسموه كوستنج. ما بدي اعمل انا كوستنج، انا بدي اندر كنترول. درايفنج يعني اندر كنترول، معناها انا بدي اتحكم في كيرف معين، عندي ديزايرد فاليو. واللي راح يصير هلا راح تشوفوه بالسيستم تبعكم اللي بديتوا نبني فيه بس ما خلصناه لسه. في هاي اللحظه الايرور راح يصير عندي نيجاتيف. اذا التورك شو بده يصير؟ نيجاتيف. اذا لما يصير التورك نيجاتيف راح يصير يعمل بريكنج على السيستم، راح يتحول هو لجنريتر بحيث انه يتحكم بهذا الكيرف بشكل دقيق لحد ما يوقف عندي هون. راح اكون هون بالكوادرنت الرابع، راح اضل بالكوادرنت الرابع لحد ما اوقف. هلا بدي اعكس الاتجاه، بدي اعكس اتجاه الدوران. اذا ايش بدي اضطر اعمل؟ التورك بده يكون نيجاتيف، والسبيد شو بدي اياها تكون؟ كمان نيجاتيف. اذا وين راح انتقل؟ هلا هون كمان راح اعمل موتورينج، او اذا بدك سميها ريفرس موتورينج. راح اعمل ريفرس موتورينج. الباور ايش راح تكون كمان هون؟ بوزيتيف، لاني عم باخذ انا مضبوط، عم بمشي بعكس الاتجاه، بس انا عم بزيد الكينيتيك انرجي، مش بدي احط كينيتيك انرجي بهاي. هل بتفرق الكينيتيك انرجي اذا كنت ماشي هيك او ماشي هيك؟ لا، هذه سكيلر مضبوط؟ ووحدتها جول. اذا راح امشي بعكس الاتجاه، راح اضل ماشي بعكس. اذا هون بس خليني احط خط مهم، لانه هذا الخط مهم هون. انا هون بالكوادرنت الاول، وصرت هون بالكوادرنت الرابع. انا هون بالكوادرنت الثالث، وراح اضل هون بالكوادرنت الثالث اللي ماشي بعكس الاتجاه. مظبوط، ماشي بعكس الاتجاه. انا شغال من هون الكوادرنت الرابع، الباور بوزيتيف، وعندي عم بعمل ريفرس موتورينج قلناها. والباور بوزيتيف يعني عماله بتروح الطاقه من السورس، من الالكتريكال سورس للميكانيكال لود، لحد ما اوصل للنقطه هاي. لما بوصل للنقطه هاي بدي اعمل بريك. هلا شو بدي اعمل بالتورك؟ بدي ارجعه بوزيتيف، بدي ارجع التورك بوزيتيف بحيث انه يصير يشدني بهذا الاتجاه، يعني يحاول يعمل بريكنج. السبيد لساها نيجاتيف. اذا انا في الكوادرنت الثاني من هون، وعم بعمل الان طبعا بريكنج. انا عندي هون هو طبعا صار جنريتر. باور هون نيجاتيف طبعا، لانه عندي هون بوزيتيف في نيجاتيف. عندي هون بوزيتيف لانها نيجاتيف في نيجاتيف، مظبوط، وهون نيجاتيف لانها نيجاتيف في بوزيتيف، وهون بوزيتيف لانها بوزيتيف في بوزيتيف. الايديال درايف بيقدر يعمل عندي 4 كوادرنت اوبريشن. فلما اروح بشتري درايف بقدر هذا الدرايف اتاكد انه عماله بيعطيني، بيقدر يعطيني 4 كوادرنت اوبريشن. الدرايف اللي بدينا نشتغل فيه بحالته الحاليه بوضعه الحالي بيقدر يعطيني 1 كوادرنت، ممكن يعطيني 2 كوادرنت في حاله معينه، بس ما بيقدر يعطيني 4 كوادرنت. حتى اخذ منه 4 كوادرنت لازم يكون في عندي طريقه اني اعكس الفولتج بحيث انه الكرنت يمشي بعكس الاتجاه. هلا لاحظوا اذا بتركزوا على هذا الدي سي موتور، طلعوا هذا الدي سي موتور حتى يشتغل بهي الطريقه. عندي هون الباك اي ام اف، في اي ام اف، عندنا هون طبعا ريزيستر اندكتر من هون، وعم نحط عليه احنا في اي بلس. لما يكون هذا موتور راح يكون عندي في اي اكبر من الباك اي ام اف، مضبوط، من هون راح يكون هذا الفولتج اكبر من هذا الفولتج، راح يعمل عندي موترنج. لما يعمل عندي موترنج راح يمشي الكرنت عندي بهذا الاتجاه اي اي، وراح يصير هذا راح يعمل موترنج بالحاله هاي. هذا عندي هون بوزيتيف وهذا عندي بوزيتيف من هون. هلا لاحظوا اذا عندي انا بريدج، لو كان عندي البريدج اللي كنا نرسمه رسمناه قبل شوي من هون.
بدخله طبعا من هون. خلينا ندخل له ار اي زي ما عم بدافع شوي. هذا الكرنت ايش الاتجاه تبعه دائما راح يكون بهاي الحاله؟ للنورد بوزيتيف. ما عمري بقدر امشي كرنت نيجاتيف، مزبوط؟ هاي نقطه مهمه جدا. ما بقدر باي حاله من الحالات، رغم انه الاوتبوت فولتج ممكن اذا كانت الفايرنج انجل اكثر من 90 درجه راح يصير الافرج فولتج زيرو، راح يصير الافرج فولتج نيجاتيف، لكن الكرنت مستحيل باي حال. هل عمره الكرنت ممكن يمشي بالثيرستر بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه؟ اذا عمري ما بقدر هون الكرنت هذا يعكس اتجاهه، راح يضل الكرنت دائما بهذا الاتجاه. فراح يضل التورك عندي هون بهاي الحاله دائما بوزيتيف. اذا التورك بده يكون، لانه التورك راح يتناسب مع الكرنت، مزبوط؟ اذا التورك بوزيتيف، اذا وين راح اقدر اضل بس؟ هدول التو كوادرنتس. ما بقدرش اطلع على هدول التو كوادرنتس اللي موجودين. ممكن تستخدم ترايك بدل السيارة، مزبوط؟ بدك تستخدم ترايك، بس بدك تدير بالك انت بدك تعمل ريكتيفيكيشن، بدفع معك الترايك. لا ترايك لا ما بحل لك مشكله، بدك تو بريدج. هلا راح احكي عن التو بريدجز.